تشاهدون الآن فريق الجدعان شاهد على بدء تطبيق منظومة عقود الزراعة التعاقدية التي وافق على تمويلها البنك الأهلي المصري كطرف أول وصغار المزارعين كطرف ثاني بحد أقصى 20 فدان وشركة مزارع كطرف ثالث على أن تلتزم بتقديم الدعم الفني والزراعي ومستلزمات الإنتاج الجيدة والتسويق لكل المزارعين في تلك المنظومة الرائدة. الزراعة التعاقدية مفيش أفضل منها لتحقيق انتعاشة حقيقية في القطاع الزراعي وزيادة دخول المزارعين وحماية حقوقهم وتأمين الأمن الغذائي المصري. وطبعاً تنفيذ الزراعة التعاقدية مشروط بالتزام المزارع بمعايير واشتراطات المحصول اللي هيزرعه بالتعاقد وتحديد سعر عادل لشراء المحصول من قبل الشركات المتعاقدة مع المزارعين والتزامهم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي الكامل للمزارعين وخاصة في الأصناف النباتية الجديدة. وكمان لازم وجود كيان مصرفي قوي كطرف ثالث لتمويل المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي. هنا المنظومة تكتمل. ده اللي تنفس حرفياً في اتفاق ما بين البنك الأهلي المصري وشركة مزارع المصرية العملاقة لتطبيق عقود ثلاثية للزراعة التعاقدية. الطرف الأول هو المزارع المصري اللي هيزرع بضوابط ومعايير محددة المحصول اللي هيطلب منه وضامن تسويقه بأعلى سعر ويلتزم بتسليمه. والطرف الثاني شركة مزارع اللي هتقدم منظومة كاملة للمزارع المتعاقد معاها عشان يحقق أعلى إنتاج وتشتمل على الدعم الفني والإرشاد الزراعي ومستلزمات الإنتاج الزراعي الآمن وكمان البذرة أو الشتلة العالية الإنتاج. أما الطرف الثالث فهو البنك الأهلي المصري اللي هيمول المنظومة بالكامل من أول البذرة لغاية المحصول النهائي وكمان تسويقه سواء في السوق المحلي أو العالمي. مش بقول لحضراتكم منظومة مكتملة وإن شاء الله هتنجح طالما بيقدروا دايماً يجاوبوا على أسئلة الزراعة الصعبة. هيزرعوا إيه وفين والمين وبكام؟ وقتها ازرع وقلبك حديد. دلوقتي حضراتكم في محافظة بني سويف وتحديداً غيادة الشرقية في مركز بيبا بشرق النيل. هنزور أرض المزارع علي محمد جبر وهو أول مزارع ينضم للعقد الثلاثي للزراعة التعاقدية وبيزرع نوعين من الفلفل الهالبينو والإيطالي ومحقق أرقام مذهلة في الإنتاج. الفدان كسر معاه 45 طن ما شاء الله بجد. تعالوا نقابله ونفهم ليه قرر الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية بعقد ثلاثي. انت ملقبينك هنا بملك فلفل الهالبينو في الصعيد صح ولا لا؟ صح كده. يعني انت راجل متمرس في الزراعة لأقصى درجة. لو سألتك ايه اللي شجعك انك تتعاقد مع مزارع وانك يبقى ليك عقد ثلاثي ما بينك وما بين شركة مزارع وبين البنك الأهلي المصري، تشجعت ليه؟ تشجعت عشان صدقهم، عشان صادقين معانا والثقة عندهم ثقة كويسة بأمانة، بيستلموا الزرع في مواعيده، قبل الزرع بيقولوا لنا الأسعار بقد كده، لدد عليكم تزرعوا ماشي، يعني قعدنا نتفاصل السنة في السعر، السعر كذا كذا، وبعد كده أعطونا يعني في مجال التفاوض، في مجال التفاوض بما يرضي الله، أصل الشهادة أمام ربنا. أنت بدأت إزاي؟ احكي لي كده، أنت بدأت. اللي رحت لهم ولا هم اللي قولك ولا إيه اللي حصل؟ والله يا جماعة جراء في صلة قرابة بيننا وبينهم في الصحراء الغربي، لقيتهم زارعين الفلفل ده، إيه يا جماعة ده؟ قالوا ده تعاقد، طب ادونا رقم المهندس، أعطونا رقم المهندس محمود صلاح. أخذت الرقم، جه قال لي طب تدفع تأمين، طبعا ما كانوش يعرفوني الأول يعني، قلت لهم لا مش هدفع تأمين، قالوا طب خلاص هتبدأ بفدانين هلبين وأربعة إيطالي، فلفل إيطالي فلفل إيطالي زرعت، طلعت حاجة مهولة، حاجة الله أكبر. كانوا بيغطس. عملت إنتاج كام؟ عملت ربنا اللي عمل الإنتاج أولا سبحانه وتعالى. وصل معانا 95 طن الفدانين، الله أكبر، فالحمد لله رب العالمين، ربنا بيسر أمور. جينا تاني سنة زرعنا 12 فدان، الأمور مشيت مزارع. مع مزارع يلا. بس ما خدمناش، زرعنا الزرع ده مكان الطماطم، ما خدمتش ليه؟ ما خدمناش، مشينا جاب معنا 40 طن، الله أكبر عليك، 40 طن من 37 ل 40 ما حسبناش بالظبط،
يعني ال 12 فدان وليكن عملوا معانا في حدود 400 طن بالظبط. جينا السنة الحمد لله طورنا من 12 فدان احنا زرعين لهم وليكن مش قادر اقول لك مثلا ايه اللي متعقدين معهم على هلابين و 22 فدان، لكن احنا زرعين لهم زراعات تانية معديه ال 40 فدان. يعني من 5 فدان طلعت ل 40 فدان في 3 سنين. في 3 سنين معايا اخواتي معايا وعمي صلاح ده برضو صديق ليا من المنيا برضو واقف معايا زرعين بالربع مع بعضينا كل واحد عليه جزء كده. انت معاك حاجه وانا معايا حاجه، انت عليك حاجه وانا عليا حاجه، كله على الله. جو طبعا عرضوا علينا تمويل البنك الاهلي، يا جماعه طب مش عاوزين، طب شرقي طب غربي، قالوا لا احنا هنخدمك. جيت جايب الاجاره من صاحب المزرعه الشيخ احمد شفيق، الراجل وقع لنا الاجاره سجلناها في الشهر العقاري، رحنا ماشيين البنك. وانت لو مؤجر لازم في البنك اللي يمضي المالك، هي تاخد اجراءات رسميه. وسالوا صاحب المزرعه الراجل ده مؤجر منك؟ قال لهم مؤجر مني. الراجل ده شريك معاك، ابنه دخل شريك معانا برضه، الامور ماشي يعني ماشي، انت على جزء وانا على جزء بتمشي. جو عملنا التمويل. التمويل قد ايه من البنك؟ 2,075,000. 2,075,000 ساعدوك في الزراعه، اعطوني 40% غطوا احتياجاتك. نعم غطوا احتياجاتك اهم حاجه، غطوا احتياجاتي، جابوا لي الاسمده والمبيدات والشتلات وده كله ما عملتش همه. في اي حاجه مضايقاك في العقود بتاعت التعاقد؟ تعاقد معهم ناس 100 100. انا السنه اللي فاتت حصل ظروف معايا خاصه، كنت مرد لهم ب 350,000 وهنا في عندي كنت زارع هنا وفي الفيوم. قلت لهم الفلوس انا عاوزها بكره الساعه 8 الصبح، انا مكلمهم الساعه 11 بالليل، الساعه 9 الصبح لقيت البنك بيرن علي بالرغم انه التوريد لسه هستلم الفلوس بعد اسبوع، لان متفقين معهم من 6 ايام ل 10 ايام التوريد يوردوا لك الفلوس. ايوه في خلال ما كملش 24 ساعة 18 ساعة الفلوس كانت معايا في جيبي. دلوقتي هنقابل السيد تامر بدر مدير إدارة التمويل والشركات في البنك الأهلي المصري، واللي هيكلمنا عن نظام الزراعة التعاقدية وآلية التمويل اللي حددها البنك وفقاً لبرامج الأهلي بيزنس التمويلية بفايدة 5%. وبالمناسبة المزارع بياخد 40% من حجم التمويل كاش لتغطية احتياجاته والتشغيل، و60% من إجمال القرض بياخدها في صورة مستلزمات إنتاج. النهاردة احنا موجودين في البن سويف، أول نموذج البنك هيموله من خلال شركة مزارع في عقد ثلاثي عشان الكل يستفيد. بالظبط، أفهم منك الشروط بتاعتنا إيه، وأولا احنا الأهلي بيزنس بقت فينا النهاردة أخبارها إيه؟ مشروع الأهلي بيزنس زي ما حضرتك عارف هو مشروع احنا تبنيناه في البنك الأهلي، والهدف الأساسي منه خدمة المشروعات الصغيرة. لقينا انه في فرص كبيره جدا في القطاع ده، ولقينا عشان احنا نقدر نخدم القطاع ده بافضل شكل ممكن فلازم انه تتقدم له برامج منمطه بشروط وضوابط ميسره. بالاضافه لده لقينا انه القطاع الزراعي من القطاعات الواعده جدا واللي فيه فرص كبيره وتقدر تساعدني في البنك ان انا اعمل محفظه بجوده كويسه، وفي نفس الوقت اقدر ان انا اساعد مشروعات انتاجيه موجوده فعلا على الارض. المشروعات الزراعيه المموله من خلال برامج الاهلي بيزنس حجمها قد ايه النهارده ونسبة التعثر فيها؟ احنا ابتدينا بشكل تجريبي كبايلوت فيز مع المشروعات الري والطاقة الشمسية. النهاردة واحنا بنتكلم كبايلوت بس كمرحلة أولانية، احنا منحنا لحد دلوقتي 370 مشروع بحجم تسهيلات وصلت ل 350 مليون جنيه. خلينا نطبق على نموذج اللي احنا واقفين فيه. بالظبط، مزارع زارع فلفل اهو قدامنا، ومفروض ان شركة مزارع متعاقدة معانا تاخد منه المحصول. مظبوط. هنا البنك بيعمل ايه بقى؟ بيدخل يمول ازاي؟ أنا اللي بيحصل بيبقى فيه تعاقد ما بين الشركة وما بين المزارع. العقد ده بيجيلي في البنك، ببتدي أن أنا أشوف البنود بتاعته وببتدي أن أنا راجعها ائتمانيا، وببتدي أن أنا أطلب من العميل مجموعة من المستندات، وده طبعا بيبقى بالتنسيق من خلال شركة مزارع. والمستندات بالمناسبة بسيطة جدا، يعني إحنا بنحتاج من العميل الرقم القومي، وده طبعا موجود مع الناس كلها، بنحتاج منه مستند وجوده على الأرض أيا كان إيه هو المستند، يكون ايجار تمليك حق دفاع انت مالكش علاقه. بالظبط، انا ما عنديش مشكله خالص، بس هو لو عقد ايجار يكون يغطي فتره التمويل، لكن ما بشترطش شكل معين. الفتره دي قد ايه؟ حسب المحصول ولا بالسنه؟ حسب فتره المحصول. يعني 4 شهور ده مده تعاقد للمحصول، يبقى العقد يغطي الفتره حتى دي فتره يبيع. انا الفكره عندي انه ان انا اطمن ان طول ما المحصول موجود على الارض ان وجود العميل
قانوني على الأرض. ده تمام. أكتر حاجة تفرق معي. تمام. وانس إن ده توفر بيجيب لي طبعا التعاقد اللي ما بينه وما بين شركة التسويق والتصدير الزراعي زي شركة مزارع طبعا، وببتدي إن أنا أصرف له التمويل، بصرف وأقدر أصرف لحد 60% من قيمة التمويل بصرفها للشركة، لشركة التسويق والتصدير الزراعي، و40% بصرفها له كاش عشان يقدر إن هو يوفر بقى تكلفة العمالة والحاجات المصروفات النسرية اللي مش هنقدر إن إحنا إن الشركة تقدر إنها توفيها له. إحنا دلوقتي وصلنا نموذج هائل جدا، عقود ثلاثيه ما بين المزارع وما بين البنك الاهلي المصري وما بين شركه مزارع. تمام. التلاته بيكملوا بعض. ده حقيقي فعلا. ده بيوفر التمويل، ده دعم فني وشتلات، ده راجل بمجهوده وزراعته وارضه اللي هو مأجرها. مظبوط. هندور ايه تاني؟ نقدر نقول على كل اللي فات ده الجيل الاول من البرامج. احنا يمكن في البنك خلال الفتره اللي فاتت بقى عندنا في التيم الخاص ببرامج التمويل والشراكات، والحقيقه بشكر الفريق يعني بذلوا مجهود كبير جدا في القطاعات بقى المختلفه، القطاعات الاربعه، انه ابتدينا دلوقتي نشتغل على الجيل التاني من البرامج اللي هو بيتجه الى الرقمنة. يمكن في شراكة ما بيننا وما بين شركة اي اسواق التابعة طبعا لشركة اي فاينانس من خلال منصة الكترونية مسجل عليها كل المزارعين، وان شاء الله نقدر ان احنا نوفر لهم كل الاحتياجات التمويلية بتاعتهم، من ري، من طاقة شمسية، من ميكانة زراعية، من حتى تمويل الدورة الزراعية. وفي نقطة برضو مهمة جدا انا ببقى مطمن لها، ان ببقى متأكد ان المدخلات اللي العميل ده بيستخدمها في العملية الانتاجية بتاعته تتوافق فعلا مع متطلبات التسويق والتصدير. اللي بيطمنك اتجاه اي مزارع بتقدمه لك شركه مزارع بتقول لك الراجل ده هيتعاقد معانا بالسنه اللي جايه، انت بتطمن ازاي؟ اكتر حاجه بتبقى مطمناني حاجتين، ان احنا طبعا الاتفاق ان العميل ده يكون بقاله سنه بيتعامل مع الشركه، لازم يعدي سنه، يعني لازم يبقى عنده يعدي سنه، فده بيديني الراجل ده سابقه المعاملات بتاعته سابقه جيده، الراجل ده فعلا زرع قبل كده، الراجل ده ملتزم بتسليم المحصول، دي مهمه جدا، دي نقطه مهمه قوي. وتاني حاجه بتطمني طبعا الاشراف الفني اللي موجود طول فتره العمليه الزراعيه، طبعا بالاضافه ان الشركه بتساعده في تسويق المنتجات بتاعته، ده طبعا بيضمن لي انه المدفوعات بقى الخاصه بالبنك والمستحقات بتاعه البنك بتدفع في مواعيد. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس حسين طارق ابو بكر رئيس شركه مزارع، وهيشرح لحضراتكم فكره الزراعه التعاقديه واهميتها وازاي بيتعاقدوا على تسويق المحاصيل الزراعيه في السوق المحلي والعالمي وتحديدا امريكا واوروبا، وازاي الشركات الزراعيه بتتعاقد مع مزارع لزراعه محاصيل محدده. من 2021 بدا التفكير في انشاء شركه مزارع، هدفها زياده دخول المزارعين، هدفها زياده الصادرات المصريه، هدفها نوفر منتج امن بنسبه 100% للسوق المحلي، صح كده؟ مظبوط. الفكره جت منين؟ اشتغلنا عليها ازاي؟ واقفين على ايه النهارده؟ احنا من 2021 واحنا بنتابع حضراتكم. طبعا احنا في مجال مش سهل، احنا مش بس في الزراعة، احنا في سلسلة الامداد الزراعية والغذائية، فاحنا نعتبر ثلاث شركات في بعض، شركة تجارية تعاقدية فبنوصل ما بين المصدرين والمصانع والفلاحين مباشرة، نمرة اتنين احنا شركة تمويلية بنتعاون مع البنوك والجهات التمويلية في توصيل الفلوس اللي هي المية شريان الحياة ما بين اللاعبين المختلفين في سلسلة الإمداد عشان المنتج يوصل للمستهلك النهائي. والحتة الثالثة احنا شركة تكنولوجية اج تك، بنحاول نربط الجهات دي كلها على الموبايل او على الكمبيوتر لسببين، علشان نقدر نتوسع من غير توظيف ناس جديدة، فبالتالي عشان الشركة تضعف مش لازم أضيف ضعف الناس اللي موجودين في الشركة. والسبب الآخر طبعا هو الحوكمة، إن ما يحصلش أي نوع من عدم الكفاءة أو السرقات أو الإهمال، فالتكنولوجيا بتربط الحتة دي. إقناني كمزارع ليه أشتغل مع مزارع؟ اولا هنديك بدائل اخرى غير الغله والمحاصيل التقليديه اللي جيرانك بيزرعوها، نمره اتنين هنديك علاقه مباشره مع اقرب فرع بنكي ليك ان يمول لك المحصول ده لو انت معاك القدرات المطلوبه، نمره ثلاثه هنقدر نوعا ما نثبت لك الاسعار فتبقى انت نوعا ما عارف راسك من رجليك والمستقبل شكله عامل ازاي، نمرة أربعة في دعم فني، نمرة خمسة لو نجحت معانا أول سنة في 3-4 فدان السنة الجاية إن شاء الله لأن أنت ساعدتنا نسوق المحصول، محصول الطلب والطلب تاني بكمية أكبر، في السنة اللي بعدها تعمل معانا 10-15 فدان. مصر فيها حوالي 3-4 مليون فلاح، إحنا اللي بنخدمهم النهاردة معانا عقود مع حوالي 4-5 آلاف فلاح، وعندنا في الشبكة حوالي 12 ألف فلاح، بس إحنا نقطة في بحر، بس يعتبر إحنا الأكبر في مصر في هذا المجال القطاع الخاص، لكن إحنا ما زلنا نقطة في بحر بالنسبة لحجم السوق. يعني الزبون اللي هو أهم حاجة في المنظومة دي كلها،
انا بجيبه ببدا اتعاقد مع الفلاح، ابدا اعمل العقد الثلاثي، البنك يبدا يمول وتدور الدايره. العميل اللي بره ده او في السوق المحلي مزارع اللي جايباه، ولا دي شركه هي اللي عايزه تتعاقد، ولا مزارع بنفسها اللي بتصدر؟ عايز افهم. احنا عندنا ادارتين تجاريتين في الشركه، إدارة بيع للمصانع والمصدرين المحليين جوه مصر، وإدارة تصدير اللي بتجتذب الشركات المستوردة، سواء بقى مستورد زيتون من البرتغال أو من أسبانيا أو من دبي أو من، يعني الناس دي بيبقى عندها طلبات كبيرة للمنتجات المصرية اللي هي ميزة تنافسية، زي الزيتون، زي المجمدات، المجففات، النباتات الطبية العطرية، المخللات، البقوليات، السمسم للطحينة. يعني مصر ليها ميزة نسبية لأن تصدير طبعا في تصدير المنتجات دي، في التصدير والفايض. يعني مش شرط يكون المنتجات دي بتستخدم جوه مصر، في مثلا منتج زي الهالابينو ده 5% بس منه اللي مستخدم محليا، و95% بيخدم سوق التصدير. فدي حاجة حلوة، زي الريحان طبعا. الريحان عندك حاجة زي البردقوش، المستهلك المصري ما يعرفش عنها حاجة، دي 100% تصدير. زيت العطر، الحاجات دي كلها تصدير. العقد الثلاثي بيشتمل على بنود لحماية حقوق جميع أطرافه، سواء المزارع أو البنك الأهلي المصري أو شركة مزارع. هتشرحها لحضراتكم نهى توفيق، مديرة العلاقات المالية في شركة مزارع. وخلي بال حضراتكم ده يختص بالمزارع الصغير اللي مساحته أقصاها 20 فدان. مزارع تجربة كبيرة جدا في مصر وناجحة جدا في مصر. البنك الأهلي المصري باع كبير جدا في تمويل مشروعات المتناهيه الصغر والمتوسطة والصغيرة. المزارع ده هنساعده ازاي وساعدناه ازاي وعايزين نروح بيه لفين؟ تمام. هي دايما مشاكل المزارعين وبالذات اللي هم صغار المزارعين بتبقى مشاكله في ان هو مش لاقي حد يسوق له، مش عارف هو يزرع ايه، مش عارف المنتج بتاعه، حيازة، مش عارف يتمول منين. الحيازة لو هو ما عندوش حيازة كمان، وخصوصا ان الاراضي اغلب اللي ما فيش في الحيازة. احنا في شركة مزارع بنقدر نفهم القطاع المالي او القطاع المصرفي الفلاح احتياجاته ايه. هو الفلاح احتياجاته بسيطة، احتياجاته ان هو في بداية الدورة الزراعية عايز أسمدة، مبيدات، شتلات، وعايز حد طبعا من الأول يقول له هو هيزرع ايه، يديله بذور من الأول تنفع ان هي تطلع له منتج ينفع يتصدر ويتصنع. الورق اللي مطلوب تحديدا من المزارع، المزارع بتاعنا مش مطلوب منه غير عقد الإيجار والعقد الزراعي اللي هو ماضي معانا، ويكون عنده خبرة سابقة على الأقل سنة في الزراعة معانا، ده علشان نقدر نقدمه مثلا للبنك. لكن في الشركة معانا احنا مش مطلوب منه غير ان هو بيعرف يزرع، ما بنبقاش طالبين منه اوراق. احنا بنطلب الاوراق لما نيجي ندخله لبنك او اي جهة تمويلية. مساحتنا ايه النهاردة وزارعين ايه؟ انا عارف ان انتوا كنتوا بتشتغلوا في 10 محاصيل رئيسية، وزارع انا من الناس اللي متابعهم من اول لحظة. فانتوا وصلت النهاردة حوالي 10 محاصيل صح كده؟ احنا بنشتغل في اكتر من 10 محاصيل، لان احنا في محاصيل بنشتغل بانواع جواها كتير. يعني حضرتك زي ما وقعت دلوقتي في الارض ده لمباردي، ده نوع من انواع الفلفل، في انواع كتيره بقى جوه الفلفل احنا شغالين فيها. يمكن الحاجات دي مطلوبه منكم، يعني متعاقدين عليها سواء بره او سوق محلي. الموضوع بيبادي الاول بالطلب. يعني احنا بادين بجانب الطلب وبعد كده بنبدا في جانب العرض. بالظبط، حسب جانب الطلب اللي هو بيبقى محدد المواصفه بتاعه المحصول اللي هيطلع. احنا من الاول بنبقى عارفين المواصفه المطلوبه ايه، كميه المطلوبه ايه، امتى، فبقى انهي سعر. فده اللي بيخلينا نطلب من او نتعاون مع الفلاحين بتوعنا احنا عايزين نزرع ايه امتى. التمويل البنكي اللي احنا حددناه اللي بياخد منه المزارع 40% في ايده. تمام. عشان عملته وتشغيله والحاجات اللي هو محتاجها ومستلزمات الانتاج، هل الكميات اللي انا شفت عربيات بتيجي لغايه هنا عشان تدي للمزارع مستلزماته الكلام ده مدفوع للتجار، ولا ايه اللي بيحصل؟ ولا هو اللي بيروح يدفع بعد كده من 40%، ولا هي حاجات بتعمل مقصه؟ فاهمين بتدوروا المنظومه ازاي؟ هقول لحضرتك الاليه ماشيه ازاي. طبعا اي يعني حضرتك خبير عندنا في الزراعه من كتر الحلقات اللي شفناها مع حضرتك، هو اي محصول بيبقى محتاج جزء نقدي وجزء مستلزمات انتاج. تمام. فاحنا لما جينا نبني البرنامج مع الاساتذه في الاهلي خلينا البرنامج يتناسب مع الاحتياجات دي، خلينا فيه جزء 40% ده جزء كاش نقدي الفلاح بياخده بيصرف بيه على العماله، بيصرف بيه على الحاجات يعني اللي هي جنب الزراعه، وفي جزء 60% ده بيغطي تكاليف الانتاج بتاعته اللي هي بنحولها على طول للشركات. دي بتتحط في حساب منفصل باسمه هو والشركه بتبقى هي اللي بتقول يتصرف فين. ده بيتصرف بيه على الشتلات وعلى الاسمده والمبيدات وعلى شبكات الري بناء على فواتير
بتروح للبنك والمزارع بيبقى ماضي عليها ان هو استلمها. عملية التعاقد بالكامل مع المزارع بتخليه يخضع لمنظومة متكاملة بيشتغل فيها وهو مرتاح، لانه ضامن تسويق محصوله بافضل سعر ومساندته في حال تعرضه لاي ازمة طارئة. تعالوا نقابل وليد مختار مدير التعاقدات في شركة مزارع، وبالمناسبة هم بيزرعوا في بني سويف والمنيا والفيوم والأقصر وأسوان وإنا والأليوبية والبحيرة والسادات والإسماعيلية. حضرتك مدير التعاقدات في شركة مزارع. أيوة تمام. أكيد التعاقد له شروط وآليات تمام. وضوابط تمام، وحطناها عشان نضمن حق المزارع تمام. نضمن حقوق البنك لأن دي فلوس مودعين تمام. ثانيا أو ثالثا المزارع ياخد حقوقه كاملة طبعا. بنتعاقد إزاي؟ الشكل العادي إيه؟ البنود بتقول إيه؟ عايز تفسير كده مبسط. قبل ما أبدأ في حتة عقد البنك أو العقد الثلاثي، إحنا العقد أصلاً اللي بيننا وبين أي مزارع الحمد لله هو ملزم للشركة وملزم للمزارع. بنحاول إن إحنا نبسط الأمور بيننا وبين بعض. بيراجعوا مرة واثنين، بياخد منه صورة وبيشوفوا وبيذاكروا كويس المزارع. لو في مشكلة عنده في أي بند من البنود بالفعل بيرجع لنا وبيقول البند ده أنا حاسس إن هو في شيء معين اي اختلاف بنحاول نسهل الامور بيننا وبينه. تاني حاجه، بنود العقد فعلا كلها ان انا اعرف ازرع معاك واخد انتاجيه منك كويسه والتزم معاك لاخر توريد عندك بسعر مناسب طول الموسم، ادعمك فنيا. حته النقديه الحمد لله احنا اساسي عندنا كل الأسبوع بالضبط على توريدة الأسبوع بيتم ياخد المبلغ بتاعه والنقدي بتاعه، فما بيحسش بالقلق من أي حاجة الحمد لله. هو يحصد يورد، يحصد يورد، ياخد فلوسه، ياخد فلوسه على طول أسبوع من التوريد بالضبط تبقى فلوسه في حسابه، سواء لو حسابه في أي بنك أو على الحساب البطاقة بتاعته. فاحنا هنا مش موقفش حتة النقدية عشان ما يحسش بأي قلق، والحمد لله يمكن ده مقدم معنا ان احنا بعد كده بتلاقي الفلاح او المزارع ده بيقرب اكتر ويزرع كمية اكبر ويتعاون معنا اكتر. يعني اشرح لنا بالبلدي التزامات شركة مزارع تجاه المزارع. تمام. انا ببدأ مع الاول ان انا بشوف الارض الزراعية بالفعل، المهندس الفني بينزل الارض يشوف الارض بالفعل هل تصلح للزرع دي ولا لا، لان انا مش عايز ادخل معاه في جدال او ندخل ان هو يخسر او نخسر. احنا برضو عندنا حاجات بنعملها جميله برضو، ان احنا بناخد مزارعين اللي هو باول مره بنوري له زراعات قريبه منه مع ناس تانية وبيسال هو الفلاح بنفسه يعني، فبياخد الفكره كامله من الفلاح فعلا. حته بقى لو جيت للعقد نفسه ملزم ومش ملزم، لا هو فعلا ملزم ليا وليه، وبدي له نسخه منه مختومه من الشركه بتبقى معاه عشان يبقى هو ضامن حقوقه كامله يعني. طب بقى انا زراعه تعاقديه كم محصول النهارده من خلال المزارع؟ الحمد لله محاصيل كتيره جدا يعني، لو هنتكلم على ابلي فلفل طماطم سمسم بصل ده كله في معظم لحد اسوان. بحري بالنسبه لنا البروكلي الارنبيط الفراوله نفس الحكايه، الفلافل برضو، الفلفل عموما سبع انواع يعني عندنا. احنا شغالين على المحصول اللي هو برضو يكسب المزارع، بعدين شويه عن الزراعات التقليديه بنحاول كده. عايز اقول لحضرتك ان المهندس الفني لما بينزل الارض بيشوف الفلاح ده هل هو يصلح لمثلا زراعه الخضروات ولا زراعه الحبوب، فهو بيدور على الحته دي، لان لو هو مزارع حبوب وهزرع معاه خضروات صدقني هو مش هينجح واحنا مش هننجح. شركه مزارع مش بتسيب المزارعين لحظه واحده، وفي فرق من شباب المهندسين الزراعيين بيتحركوا لدعم المزارع وارشاده بكل قوه. تعالوا نقابل المهندس محمود صلاح مسؤول الدعم الفني والتعاقدات في شركه مزارع، وبالمناسبة أهم المحاصيل اللي بتركز عليها شركة مزارع: الفلفل الهاليبينو والإيطالي والخيار والبصل الذهبي والسمسم والفراولة بإجمالي 8000 فدان على عروتين. مهندس محمود صلاح، حضرتك مهندس دعم فني وتعاقدات في شركة مزارع، هقابل حضرتك ليه؟ لأن حضرتك نجحت أنك تخلي المزارع ده في 2 فدان السنة اللي فاتت يحقق 92 طن من الفلفل الهالبينو. طيب متوسط الانتاج كام؟ 25 30 35. اذا انت عملت معاه انجاز كبير جدا، ده بفضل ربنا اولا وتواجدك داخل هذه الارض. عملنا ايه عشان نغير فكره، ثقافته، المستلزمات الزراعه اللي بيستخدمها، عمليه التسميد، احكي لي. يعني عمليه التعاقدات الزراعيه عندنا في شركه مزارع بتتم عن طريق ازاي المزارع يوصل لنا. احنا عايزين عندنا في البدايه كذا وسيله للمزارع ان هو يوصل لنا في عملية التعاقدات الزراعية، اما عن طريق السوشيال ميديا اللي بتنشرها شركة مزارع. سواء انا اتكلفت بالراجل ده،
انا عايز من المرحله دي المرحلة، انت كلفت بهذه الارض عملت معايا ايه بقى؟ المرحله اول حاجه ان احنا بنيجي نعاين الارض قبل الزراعه، قبل ما نتعاقد معاه ونشوف هل مقومات الزراعه متوفره فعلا، ان احنا نوصل للمزارع ده ان هو يكون ناجح وفي نفس الوقت ان هو يوصلنا الانتاجات المطلوبه وفي نفس الوقت يحقق ربحيه من وراء التعاقد الزراعي. بتبدا عمليتنا احنا كمهندسين زراعيين من بعد التعاقد في عمليه الاشراف الهندسي والدعم الفني، ودي اللي بتتم اسبوعيا من عن طريق الزيارات اللي بتتم كل اسبوع هنا في المزرعه اللي هي ارض المزارع. بنيجي نشوف الوضع على الطبيعه، هل المزارع ملتزم بالتعليمات اللي احنا كتبنا له الاسبوع اللي فات، هل رش، هل سمد، بناء على الروجيتا المكتوبه في الزيارات السابقه. ولذلك خطوه بخطوه مع المزارع لحد ما نوصله لاعلى انتاجيه ممكنه. وبالمناسبه العمليه اي عمليه دعم فني او اي توصيه انا بكتب له عليها احنا بنرفعها عندنا على السيستم مزارع، بحيث الزياره تبقى متسجله وفي نفس الوقت سواء حضرتك او غيرك نبقى ملتزمين بنفس المعاملات. بالظبط. وفي نفس الوقت ان الحاجه دي لما بتترفع عندنا على السيستم بنبقى عارفين تاريخ الزراعه وزرع امتى والتوصيه دي كتبت له امتى ورش ايه وعمل ايه، بحيث يبقى عندنا كارت مزارع من البدايه للنهايه، من اول رش وسمد وسقى وروى والكلام ده كله لحد نهايه العمليه الزراعيه. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس محمود ياسين، عضو فريق الدعم الفني والتعاقدات في شركه مزارع، وهو اللي ساعد المزارع علي محمد جبر انه يكسر حاجز ال 45 طن للفدان من الفلفل الهاليبينو. ركزوا معاه. حضرتك مسؤول عن البذره وشتلتها وعمليه الزراعه اللي بتتم في ارض المزارع. تمام. صح ولا لا؟ تمام. لازم اديله شتله انا ضامنها وعارف الزراعه ازاي في مشتل وخصوصا في الفلفل. بالظبط. بنتحرك ازاي؟ بنعمل ايه عشان نامن للمزارع حته مهمه جدا، دي اصناف يمكن لاول مره تزرع في مصر. بالظبط. صح ولا لا؟ بالظبط. احنا حضرتك البذره بتدخل المشات اللي عندنا، بتكون مشات اللي احنا تعاقدنا معاها وليها مواصفات عندنا. بعد ما بنتعاقد عليها بتبدا البذره، بنبدا نتابع البذره في فتره التحضين جوه المشتل لحد ما الصواني الشتلات تكتمل نموها حسب احنا المواصفات اللي احنا محددينها. المتابعه الفنيه ديت بيبقى ليها برنامج عندنا في للزراعه في اول 30 يوم، بعد كده في فتره الاسماء في التزهير، وبعد كده في فتره العقد، وبعد كده في فتره الحصاد. كل مرحله من دي ليها خطه معموله عندنا في الشركه في الدعم الفني، تمام، وليها برنامج تسميد. غير حاجه تانية مهمه جدا عندنا ان احنا بنبقى عاملين تكاليف للمزارع بحيث ان هو كميات التسميد اللي هيستخدمها المزارع تكون كميات مناسبه، مش بيحطوا بس زي ما بيقولوا، فديت بتقلل معاه برضو التكاليف. ده من ضمن الدور بتاعنا بالدعم الفني عشان المزارع هدفنا ان هو يبقى كسبان. الحاجة التانية المتابعة في الوقاية الحشرية والوقاية الفطرية، استخدامه للمبيدات، وبرضه بنساعده في حتة ان دي في مبيدات مخشوشة او مبيدات سليمة او مبيدات حسب المواصفات الاتحاد الاوروبي، دي برضه احنا بنتدخل فيها. فدي كلها حاجات من ضمنها ان احنا نعلي انتاجية المزارع، وبرضه بيبقى لنا دور في توعية المزارعين. عملتوا شيء عظيم جدا عجبني. تمام. عندنا محطة بحوث وتطوير تابعة لشركة مزارع. تمام. مهمتها ايه؟ مهمتها ان الاصناف الجديدة اللي احنا بنجيبها ان احنا بنتابع فيها انتاجيتها، بنتابع فيها مراحل نموها، بنتابع فيها. احنا مش هنجرب في المزارعين. لا مش هنجرب في المزارع. بنجرب عندي. بنجرب عندنا وأنا الاول. وانا اشوف كل خسائرها. بالظبط كده. او وشها الحلو. بالظبط. وافضل اديه للمزارع. بالظبط كده. وبنتعامل معاها في يعني مثلا اصناف الفلفل اللي بتزرع واحده على النقاط، بتزرع اثنين، كل حاجه تفصيله صغيره في طريقه الزراعه للمزارع احنا بنقول له بنكون تابعناها في المحطه عندنا، وبننقل خبرتنا للمزارع فيها. تمام. عشان يقدر يوصل لأعلى إنتاجية. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان يلتقي السيد طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في البنك الأهلي المصري، والذي يكشف محفظة البنك التمويلية للقطاع الزراعي وأحدث أنماط التمويل في إطار منظومة الزراعة التعاقدية، والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي المصري وتصدير منتجات زراعية عالية الجودة لمختلف أسواق العالم.